اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هنتكلم في الامور الفنيه لمباراه بكره ان شاء الله، مباراه ايسترن كامباني. كريم سعيد واحمد ثابت في فقره دائمه الحقيقه قبل كل مباراه. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام، ومساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله تمام. انا دلع النهارده ميدو وابو حميد وكريم. يلا انتوا ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول بهزيمه منتخبنا الوطني سريعا علشان نقدر نتكلم اكتر عن مباراه بكره، والتاكد حتى الان من ان الكابتن ايهاب جلال لن يكون او اصبح المدير الفني السابق لمنتخب مصر. هو بدون شك الكابتن ايهاب جلال اصبح المدير الفني السابق لمنتخب مصر عقب الهزيمه من اثيوبيا وليس من كوريا الجنوبيه. والكابتن ايهاب جلال عارف وهو مسافر كوريا ان دي مباراه اخيره له، وهو كمان والجهاز الفني كلهم عارفين دي كانت اخر مباراه للجهاز الفني. والدربكه اللي عملها الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره بان يقول تصريحات على الهواء ويرجع على الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره ويقول اصل لا انا اسف انا اتفهمت غلط، طبعا كل الكلام ده انا اسف يعني يمثل فضائح تنضاف للفضائح الاداريه العشوائيه الاداريه اللي بيمر بيها اتحاد الكوره. كان بكل تاكيد كابتن ايهاب جلال كان يعني بياخد المباراه، لان هو بصراحه كابتن ايهاب جلال على المستوى الشخصي انسان محترم للغايه ويقدم واجبه لغايه اخر دقيقه. وبصراحه انا معترض تماما على الاسلوب الاقاله اللي تم معاه ان هو يبقى مسافر في الطياره اول ما ينزل سيول عاصمه كوريا الجنوبيه يجيله على الموبايل نوتيفيكيشنز انت تمت اقالتك. بصراحه منظر مش كويس. نتمنى بصراحه الفتره الجايه الامور تبقى افضل، بس اكيد اكيد لما ناخد قرارات تبقى اداريا كويسه وتخلينا نحط تارجتس كويسه للمدير الفني الجديد.